إذا قيل لك ما هي وصية إبراهيم عليه السلام لذريته فقل التوحيد. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي وجعلها كلمة باقية في عاقبه يعني في ذريته لعلهم يرجعون، بل وصى بها هو ويعقوب من بعده لأن يعقوب من سلالة إبراهيم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، بل درجت سنة وطريقة الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا كتبوا وصاياهم كتبوا من ضمنها كتبوا شهادة التوحيد لله والشهادة بالرسالة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويذكر ذريتهم من بعدهم على التمسك بالتوحيد وعلى تقوى الله عز وجل. ولذا قال عز وجل عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة يعني إماما يقتدى به في الخير، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين.